أخصائي في أمراض وجراحات الأذن الأنف والحنجرة. إذا فيما يخص حالة ديال الطفل التميمي يوسف، عنده مشكل في نطق الكلمات، والواحد باش ينطق مزيان الكلمة خصو بعدا يسمعها مزيان. إذا أول مرحلة تشخيص ملي كيكون المشكل ديال النطق هو نتأكدوا من عدم وجود خلل في حاسة السمع. الطفل جبرنا عنده بأن عنده التهاب مزمن في الأذن الوسطى. هذا الالتهاب المزمن كيدير بأن كيكون بحال واحد المخاط اللي كيكون مورا الطبل ديال الأذن، وهذا ما كيمكنش الطبل باش يتحرك مزيان. إذا كيكون واحد النقص، واحد الخلل في السمع كيكون تقريبا ديال 40%. هذا الخلل هذا عنده الدواء ديالو. إذا كنقوموا بعدا بواحد كنعطيو واحد الوصفة ديال الأدوية هي الأولى، وكنشوفوا واش غيمشي غير بهذه الادويه هادو، والى ما سخرش الله وما براش بهذه الادويه هادو كاين عاوتاني طرق واحده اخرى ديال العلاج اللي تتجلى في عمليه جراحيه بسيطه باش كنقدوا نفسوا هذا الطبل، هذا نحيدوا داك الماء اللي ما كيخليش يتحرك. وفي نفس العمليه كنقوموا ايضا باستئصال واحد الحميات هما لي فيجيتاسيون، كنحيدوهم حيت هاد الحميات اللي كيكونوا في قلب الانف هما اللي ما كيمكنوش الهواء باش يوصل للاذن الوسطى، وهما السبب في هذا الالتهاب المزمن تاع الاذن الوسطى. محمد زيري رئيس الجمعيه المغربيه لنهوض بالطفل والمراه في وضعيه صعبه، سبب التواجد ديالنا هو في إطار المواكبة وتتبع ديال الحالة ديال الطفل يوسف التميمي الملقب بالحكيمي، لأنه كان كيعاني في ضعف ديال النطق. بالنسبة للإشاعة ديال 100,000 درهم 200,000 درهم اللي توصل فيها ديال الأب ديال الحكيمي، صراحة احنا ما كاين لا 100,000 درهم لا 200,000 درهم لا فيلا. الاب والام ديالو الطفل راه مازال يعانيو من الفقر، وحنا كان اكبر دعم لينا من اب ديال اشرف حكيمي هو الحضور ديالو، وجا عندهم كان اكبر دعم حتى اكثر من اللي هو مادي، كان دعم معنوي اكثر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.